2200 اكثر شيء صنع في يرمو من ايجان توسل في الجب خالد بلوطي كان تازي تسموز يود هاني خدمنا صنعة يرمى من قيامة واس إقليم يرم قيامة واس يتوسن الصناعة التقليدية الجلد يرمى واس تديجن الصناعة التاريخية يرمى ون ويندوز نخير ما نجع نزيت أو ينتد زيفاس خدمة قصاصا تتخياضا سرساقا تزواقا ومسألة نزواق تقنطي مغارين تساق عند زي ستابي يستني اخت زعبوش تني اخت سيري الصناعة يتوسن الطاس اني اخت انتشع الطاس حتى دوليا دي السنوات الثمانينات او اخر الثمانينات بدون تسعينات جيجن انتشار دولي واش تعكار خل المندوب الاقليمي جيجن مناسبة انخ المنتوج هو الصناعة التقليدية مواس اكثر غاصن دي البيت الابيض التذكار زين تقريبا زي 94 حتى زي 94 تساوي المهم حتى 2007 يوقعاس اجن الشلل الصناعية يوقعاس اجن انقراض تام وكم مخدم صناعيين جدا شي يوا اذا عاد الشينوا سرعت الشينوا وزما بوت نفسن يوقعاس المهم الموت انقراض الصناعية و 2007 تأسس الجمعية باسم جمعية صناعة كريدين جيار مواس خدمة نخل ملف إحياء الصناعة التقليدية نيا مواس و 2007 2010 كنيج الشراكة إجن الغرفة الصناعة لإقليم الناظور دفعني الملف المبادرة توافقت المبادرة و 2010 استفدت مجموعة من آليات إلكترونيك ماشينات إلكترونيك تطفيث تنفن الصناع التقليديين نيا مواس تركز خ ماشينات الكترونيك في 2007 الجمعية الحمد لله تخدم في الإحياء وتعرض تعرض الإحياء اني تعرض الصناعة اني تسبانيتيد و يودان تسقسان خاص خزان 2020 تأسس التعاونية الصناع التقليديين نيا مواس بدرند المقار نسن غات السوق الثلاثة يا مواس دي صعب على الأشخاص دي التعاون يا تقريبا نخدم انتنا يا ثلاثة الصناع واجيبوش نشخد مث طب قرات ان الصناع خدم سيف السن وخا غاس الماشينات الالكترونيكا ما مش نيخ ولكن عاد خدم سيف السن الاشكال ملي جاوه هو الصناع هنا اخد من سيفا السنوا ملايين تقليدين عارض كل شيء ماشينا الكترونيك ما مشي صغير كنت غتستخدم نيتني مش حارت النداء باش غاس نيري نجن تكوين ما مش نخدم مهم مكتار وهو تكوين ميكانيك ماشينات النية باش انت الصناعة التقليدية هادي خدم الحرية الناس ومرات بدس ماشينا غتيعذر حاليا غاس الماشينا روخات خصا باش وجيت خصا وانما السيستم نسي ويجيبو نيشان باش تعذر خصا غادي يسر معلم زيد دار بيضا حتى راردا ويمكن يجن عطب بسيط و هادي يكلف يجن الثمن خيالي ونشي الصناع التقليديين ما بحالهمش و غاس نشاوز ما بون هذا غاستان يجن مقدار ذا مقرن الصنع الثاق عاد خاس الإقبال وعاد ممكن تلقى الطلبات تبكرانين ولكن مش النيخ يخسى الصناعة يخسى السكسن بالدن باش سنكمرن إمين دي سنقيمن ما مش تواريخنش حسب معلوماتينش أولا يخسى التكوين التكوين ميكانيك خماشينات والتكوين حتى دي العصرانة المنتوجات نيخ من خدمنا مني نيخ باش غاس نديري جن جن يند جديد خ الصناعة نيخ جن زواق جديد نيخ وتخصص نعاود امشان خصصن اجن المقار مناسب ماشينات وستفوق تنسن ديري مجهز وممكن ديري مع المدة ديجن المركز التكوين
حقاش قدام مجموعة من الشباب تبغي المدرسة يعني خواتي في المنغاي كان ممكن هذا الفن المركز الزنين هذا استلقان التكوينات الصناعة هي مارس صيغة سفوس المؤسسات الدولة وحتى المجتمع المدني ممكن تستخدم مئات الأشخاص في المنطقة حقاش مازال ديجن الصناعة غسير الإقبال وديجن الصناعة الربحة ليس الطاس نش خدايم وتجيبو سيري توها وتجيبو ذا بياست وتازع بوشت نتمنى ازدعر نتاينيس وثمانية والتحية تيغي بس حسان مرة إذا عانت مزيخت.